البرادي من وش الصباح. ليش فتحتوا البرادي؟ قلولي. ما هيك انت بحاجة تتعلمي تعيشي بدون عمك ومرت عمك. انت صرتي متزوجة هلا. اهدي، شو بدي ضل عم ذكرك؟ انا زوجك وهذا الشيء امر واقع، مو انتي اللي بدك تعيشي معي هون بهذا البيت. اطلعي فيني، اطلعي. انتي ليش هيك عم تساوي؟ انتي بتدعي انه نحن متزوجين، لهيك الي شوية سلطة على زوجتي. اطلعي فيني، اطلعي هون. الشي اللي عم تعمله مانو منيح. بحجة انه نحن متزوجين عم يعمل شغلات كتير سيئة وما بتنطق. أنا مفتاح فيهم لهي القضية كلها. مدام مو نحن اللي شغلناه، صدقيني في حدا تاني موجود بالصالة هو اللي راح وشغله. فيك تروح. الغرف اللي ببيتي إلهم 4 مفاتيح وبس، وهون كتار. هدول الناس بيشتغلوا على المفاتيح يعني؟ الاسم التاني لمهك أكيد لازم يكون مصيبة. بقصد إنه هي دائما بتروح وبتدور على المشاكل. مهك مصيبة شارم. المي برا. أنا مو بنت جاهلة. البنات الجاهلات يلي مثلك ما لازم يطلعوا برا بيتهم. شي بيخجل. مو بقصدي لك. الناس يلي مثلك هن ممكن يموتوا الناس بانفجار بشرة غاز بسبب غبائهم. كنت مبسوطة ونزعتي لي مزاجي من الصبح. ما بتفهمي. روحي من وشي. طولي بالك، مو مشكلة شوية لانا. شو كبت عليكي أسيت؟ كلهم شوية مي روحي نشفيهم. جاهلة. تعالي مهك، هذا أول يوم إلك ببيت حماكي. لا تتضايقي وتزعلي. شويتلانا عطول هيك طبعا، هي هيك تعاملها مع العالم. اليوم انتي لازم تحضري الفطور لكل العيلة. انا بعرف انك طباخة شاطرة، بس كل كنة بتجي لعنا بيختبروها بصباح اول يوم بعد الزواج. وطبعا بس الحماية هي بتعطي النتيجة الاخيرة للكنة. فكري منيح، اليوم انتي لازم تطبخي كرمال تعجبيني. اتفقنا؟ وهلأ جهزي حالك، صح صحي بالأول وتعي على المطبخ. ماشي. الصلاة
سلطة من شان شوريا وعصير القرع لسمير وفي المعكرونة لشروتي. صباح الخير مدام. صباح النور أفارا. إيه؟ اليوم أنت ارتاح، الفطور ما أنو عليك. خالتي أكيد أنت بتعرفي شو الوجبات المفضلة لكل واحد، ممكن تقولي لي شو أعمل فطور؟ كل واحد ببيتنا ذوقه مختلف وبيحب شي، وخاصة بالوجبات تبعهم. سمير معه سكري عالي، وشوية لانا بتعاني من ارتفاع الضغط، وهلأ فيك تقرري شو بدك تحضري. أفلا لو سمحت. خالتي من اليوم للكل نفس الوجبات، ما رح يكون في أي تقسيم. العم سمير وكل واحد رح ياخذ نفس الوجبة. مثلا عم فكر أعمل اليوم للكل فطاير وشوربة بطاطا، ورح أعمل كمان حلو. شو رأيك؟ ما هيك بنتي، الشوربة والفطاير والحلو مو صعبين عليكي؟ لا أبدا. لو سمحت يعطيني الطحين والسكر. ايه أكيد رح جبلك ياهم. ما بيشكي من شي. بادرة منيحة، الكل طلع موافق. ما صحيح، أنا لازم أعطيك شي. معك شي مصاري؟ لك هات أعطيني بسرعة، لا تعد. هات هات خدي، يلا خديهم. بتمنى تعيشي حياة سعيدة معنا. موفقة. صباح الخير. صباح الخير. يا ترى في شي مناسبة؟ بقصد انه العالم اللي لا يمكن تكون مجتمعة هلأ قاعدين وعم ياكلوا مع بعض على غير العادة. أفارا تعال لك، يلا ضبلي شوية حلو، رايح بعد شوي رح أخلي رفقاتي كلهم يدوقوها، رح يحبوها. على فكرة بنصحك تجربها شوريا. يلا سلام. ما هيك حضرت الفطور ابني، يلا تعوا طعموا بعضكم بإيديكم حسب عاداتنا. طبعا أنا برتب الصحون وإنت ومهيك فيكن تطعموا بعض حسب العادة. اتفضل طعمي مهيك. يلا لا تخجل بنوب. مستحيل، ما رح أعمل هيك لو سمحتي أمي. أنا متأخر عن جد وهذا افتتاح المطعم، بعدين أنا ماني مهتم بهي العادات أبدا. كل الوجبة تبعك وطعمي مهيك، فهمت ما؟ يلا. الوصفات تبعك رح تنعمل بمطعم والعالم رح تاكل منها، بس شوريا كنا ما رح ياكل اي شيء انت بالذات طابختيه. في كتير
كتير عالم بدلهي عم يموتوا من الجوع وما عم يلاقوا أكل أبداً لأنه ما معهم مصاري بتكفي. وانت هلأ عم تهين الأكل وتكبه بهي الطريقة؟ أنا ماني واحد من هدول اللي بيجوعوا كل يوم وما معهم حق الأكل تبعهم، وحتى بنفس الوقت أنا ماني واحد فاشل. أنا غني لدرجة أنه فيني أصرف مصاري على كيفي. لهيك احتفظي بأفكارك ومعرفتك لنفسك ولا تحاولي تنصحيني بنوب. اهتمي بحالك. اسمع، ما بدي يصير أي شيء غلط بالافتتاح، فهمت؟ نقاد الأكل والصحفيين جايين يدوقوا الأكل تبعنا، كون جاهز، وبدي فطور يكون جاهز كمان. خلص بقى، مليت من النصايح. ومن المحاضرات. بسرعة. سيد كنا، الخبز هون مبين كتير ظريف، بس هاي المرة مين نقاد الأكل والمشاهير اللي دعيتهم على الافتتاح ممكن تخبرنا؟ هو أنا. صور. مهيك شارما، شو عم تعملي بالمطعم؟ أنا ما عاد اسمي مهيك شارما، أنا مهيك شارما كنا. أكيد بعد ما تزوجت لازم ضيف اسم زوجي على هويتي. بالإذن. زوجي شوريا إنسان كتير منيح، واقترح إنه الافتتاح تبعنا لازم ينعمل هيك بطريقة نبيلة وكتير حضارية. ولهالسبب نيناتنا قررنا افتتاح مطعم والتي تشيليز عن طريق تقديم الأكل للولاد. ليش عملتي هالمسرحية؟ حلو كتير. من وين جبتي هدول الأولاد؟ يتامى. يتامى وما عندهم أهل. وبما أنه هدول الأولاد ما عندهم أهل، عملت منيح وجبتهم معي لعندك. هدول الأطفال أبرياء. جد كتير حلو. فهمت علي؟ طيب إذا الأكل جاهز خلينا نبلش. يلا يا أولاد وقت الغداء. عمو شوري عمل أكل كتير طيب كرمالكم. يلا روحوا كلوا. كان لازم تعملي هيك شيء. اللي عملته أنا هو الشيء الصح. إيه، وكمان عملت اللي عملته باعتبار إني مرتك. بالمناسبة بما أنك كنت عم تذكرني من اليوم الصبح أنك زوجي بتكون، لهيك فكرت أنا أنه لازم ذكرك أني أنا مرتك مش عم ما تنسى. شو هالحكي؟ الصبح لما رميت الصحن على الأرض وما احترمت الأكل، هيك بتكون أنت عملت شي سيء
وببيتي نحن منقدم الأكل للناس البسيطين لما حدا منا ما بيحترم الأكل. هيك بتكفر عن عملتك. بما أني مرتك من واجبي أني ساعدك لحتى ما ترجع تغلط مرة تانية. ومثل مو شايف لأنك أذيت كتير ناس بهالحياة، متأكدة أنك عملت شغلات كتير سيئة ومو منيحة، فأكيد بتحتاج تعدلها. ليك انبسط لأني خليتك ترتاح هالمرة وتعمل شي عمل منيح. بصراحة ما في شي بالدنيا أحسن من شوفة الأطفال المحتاجين مبتسمين. وهلأ أشكرني لأشوف لأني ساعدتك لتكفر عن أخطائك. حلوة منك إنك تتشكرني. مهيك شارما، إذا قصدت أنا فيني طلعك من هون أنت والولاد بدقيقة واحدة. لو سمحتوا، زوجي عم يخبرني إنه كتير محظوظ ليشهد مثل هيك لحظة حلوة بحياته، وحابب إنه نحكي شوي عن الفكرة هاي. لهلأ ما شفنا مثل هيك فكرة وافتتاح حلو بأي مطعم تاني. مدام مين اخترع هالفكرة؟ بصراحة هي فكرة شوريا، هو تأكد إنه كان الأكل جاهز وأنا أخذت مسؤولية توصيل الأولاد، يعني تماما مثل أي زوجين نحن منتشارك كل مسؤولياتنا. صدقيني نحن زوجين مبسوطين كتير. بالنظر إلك ولملامح وجهك المرتاحة ببين إنه زوجتك مهيك عم تمدحك منيح وأنت مبسوط بهالشي. إيه أكيد أنت معك حق بهالشي تماما. نحن مبسوطين ومنمدح بعضنا كتير، شو مهيك؟ بالحقيقة نحن منحب بعضنا كتير، لهيك أنا عندي أفكار حلوة وغريبة. بالإذن منكم. تفضل. شو يا أولاد؟ روح. مهيك شارما، هذا مو عدل. شكرا. نحن كلنا بدنا نروح فورا بسيارة عمو الفخمة وده يوصلنا على المدرسة. يا سلام. خالتي بترجاكي لا تعذبي حالك، هلا انا بضبهم. شو بك بنتي؟ تيابك لازم تبقى بغرفتك، وبما انك عايشة بهالغرفة تيابك لازم يكونوا هون، صح؟ ايه؟ شو هاد؟ انت كيف بتتجرأي تمسكي تيابي؟ تعرفي هدول قديش حقهم؟ ولا بدك تتبرعي فيهم؟ شو صار لك شوريا؟ انا اللي قلت لها نحن لازم نعطي مهيك محل من شان تيابها، من شان هيك شلناها لبرا. شو عم تعمل شوريا؟ ليش عم بتشيلهم؟ شو هاد شوريا؟ ليش؟ شو انت جنيت؟ فهمني ليش عم بتضبهم بالشنطة؟ لا ابني شو عم بتساوي؟ لوين اخدها؟ رجعون لهون. شوريا استنى شوي، شوريا استنى شوي عم قلك.
تجنيت؟ بدك تاخدي مكاني هون مو هيك؟ أنا موافق يا ست مهك، حتى إنه بدك تتفقي أنتي وأمي عليي، ودخلتي على غرفتي وأنا اللي شلت لك أغراضك، قصداً لأنك أنتي تستاهلي هذا الشيء وأكتر. مرتاحة هيك؟ مبسوطة؟ استني شوي، خليكي هون. مهك شو صار؟ ما بعرف. لازم تفهمي شو عم حس بهاللحظة تماما. شايفة كيف احترقوا تيابك؟ أنا مثلهم، عم احترق مثلهم. أنا احترقت بس بسببك يا مهك شارما، بسببك خسرت. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.